بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بنحمد الله ونشكر الله إن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا في خير أمة أخرجت للناس، ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أمة وخير أمة أخرجت للناس، أمة مباركة وأمة طيبة أخرجت للناس. وطبعا عايزة أتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق في الوجود، لأنه ربنا سبحانه وتعالى غرن اسمه باسمه، لأنه أفضل واحد في الوجود، أفضل الأفضلين. فبنحمد الله ونشكر الله كثير على الأمة الأخرجة لنا، فشكرا لكم. الكل يتحدث عن أغطاب الطرق الصوفية ومساجد الصوفية بشكل مختلف، أو ربما تكون يعني نقطة آراء متفق عليها الجميع، إنه الصوفية لهم بوتقة معروفة زاهية تنضب بالمحبة والسيرة والتعظيم والمديح والأذكار والأوراد وأيضا الذكر في كل بقعة صوفية لكل مسجد. لكن هنا نحن شهدنا تفاصيل مختلفة جدا، حيث مسجد الشيخ الأمين الشيخ عمر الأمين الطريق القادرية المكاشفية، تفاصيل حديثة جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، استحدث هذا المكان وهذه البقعة بتفاصيل حديثة واكبت عصر الزمان لكل الأجيال من كل فئات المجتمع أو الفئات العمرية المختلفة، شهدناها من خلال هذا المشوار، وكان له دوره وهدفه الواضح اللي شرحه لنا عبر هذه المحطة. كنا وكنتم وكانت هذه البقعة من داخل مسجد الشيخ الأمين الشيخ عمر الشيخ الأمين الطريق القادرية المكاشفية تحديدا، حد ما نلاقيكم في بقعة جديدة من بقاع المحبة. كونوا دائما بخير، في أمان الله.